النحل ازاي ده؟ مش معقوله لازم نضربه بالنحل. يا ناس حرام عليكم، وطوا التلفزيون ده شويه، مش عارفه اصلح الكراسات بتاعتي كده، كل الترامزه هتنجح. الاقي فين ولي امر هزقه عشان ابنه سقط؟ الاقي فين ده؟ انا بنجح كل سنه وبتفوق عشان خاطر بابا بس. يا سلام، اشمعنى انا عشان خاطر بابا؟ عشان ما بحبش يا بابا حد يقول لك كلمه ولا يهز كرامتك. يا حبيبتي يا حبيبتي شطوره يا ياسمين، اخيرا بقى ان في فايدات من تعليم ياسمين. طب يا ياسمين ما دام اتعلمتي قومي افتحي الباب. يلا لا ما انا مش هافق، انا مش ملي بضربوا على قفاهم، انا قفايا ده تكمله للعمود الفقري. انا النهارده لقيت اللي مقتول. اها اها ايه في ايه؟ خير خير يا بابا، خير يا مدام سلوى، خير في ايه؟ ازيك يا عادل، ازيك يا مجيد، ازيك يا انعام، ازيك يا اخوانا، اتفضلوا استريحوا اتفضلوا. خير؟ ايه اللي حصل يعني يا استاذه سلوى؟ انت مزعل مدام سلوى في ايه يا بابا؟ ايه هو في حد يبقى عنده منطعي ويزعلها برضه؟ هو في حد يستجري يزعل منطعي؟ ده اللي يزعلها تكتب اسنانها، تقرقش عظمه، تكسره بالشومه اللي تحت السريره. واضح ان حمايه اتضرب بالشومه كتير لانه عارف مكانها. خلاص سلوى فقدت هيبتها واسترد بالسجون والثوابت. طب فهمينا بس يا مدام سلوى ايه اللي حصل يعني، واحنا هنحاول نعمل اي حاجه. ما تقلقيش يعني، ان شاء الله هنلاقي حل لحضرتك. لا يا حبيبتي، ما انتم اللي هتقولي حل هتقولي حل، اوعى عافيه هتقولي حل، ابيض اسود هتقولي حل. لينا سؤال يا مدام منطقي، المره دي جايه لنا بانه مصيبه يا مرات ابويا؟ جرايه يا مدرسه؟ ايه يا معلمه الاجيال؟ يا بتاعه تختار ما بين القوسين وعلي اللي ما ياتي، وضع علامه صح وخطا واكمل الجمل. انا كنت بسالك تطفحي قصدي تشربي ايه يا مرات ابويا؟ انا شاربه الظل من كعاني، بس ما يمنعش يا اختي اضرب كوبايه نسكافيه بلاك اند وايت. بلاك اند وايت على نفوخ، كان يوم اسود يوم ابويا اتجوزك البلاك قال. ام زيزي عملت جمعيه وطلبت مني ادخل معاها. اعترضت قلت لها لا يا ام زيزي انت نصابه ولسه خارجه من 3 سنين سجن، وعادتني انها تمشي دغري ومسكت شخشي رغيف مقمر قد كده وحلفت وقطعته على عينيها. طيب كده يبقى عدها العيب؟ ولا عدها ولا حاجه، دي وقعت فيه واتمرمغت واتطينت. وانت ايه اللي دخلك اساسا جمعيه مع واحده نصابه وداخله في قضيه 3 سنين؟ باختي قدري نصيبي. واسمتي بقى كمان عشان المجموعه تكمل. واسمتي، المهم دخلنا الجمعيه انا وام شمر وام حميد وام فولة وام فرهوده وام اوقه، وبعدين اتفقنا قدام الناس دي كلها عيانا بيانا ان نقبض الثالث. طب ما حلو كده، يبقى معاكي شهود يعني. امال ايه، الكلام ده كله كان قدام الطقم اللي انا رغيت في اساميهم دول كلهم وكلهم شهود. طب خيب يعني بوركواتي فاشي، يعني دلوقتي انت معاكي عندك ممكن تاخدي الحق بتاعك انت، والتلت ده ممكن انت تاخديه عشان انت معاكي مشاهدين يعملوا مشاهد معاكي مشاهدي. مالك يا اختي، انت حاسه بحاجه؟ طالما عندك شهود ممكن ترفعي عليها قضيه وتلبسيها 3 سنين تاني. يا جماعه اسمعوني، انا خلقي ضيق. ما تقولي يا اختي، ما انا جايلك في الكلام. الله اسمعوا بعدين عقبوا. المهم الجمعيه مشيت زي السكينه في الحلاوه تمام التمام. ام فرهوده قبضت الاول وام شمر قبضت الثاني، وجا عليا الدور الثالث معهاش فلوس. ايه اعلنت افلاسها؟ لا قال ايه ابو العيال عي واخدت الفلوس راحت جابت له بيها دواء. بصوا بقى اللي جاي بقى، انا عملت اصيله وبت ناس ورحت جبت له ايه استفنجي ومص بنقطه، اله تجيله نقطه على حبابي عينيه، واتفقنا ان يقبض الرابع. كلمه التفاني والتضحيه ولا مبالاه ولا انانيه والوضوح يا ست المنطعي. اوعي يا اختي تكوني بتشتميني. لا والله ابدا، اقدر جميده يتقطع لساني من لغليغه. ده انا بقول عليكي كلام كويس قوي، ده انا بتكلم عن انطباعاتك اتجاه الاخرين. خلاص بقى يا حبيبتي خلاص، انسي بقى وخلاص، حبك بورس انت وهي. طيب قولي لي بقى حضرتك انت هتقبضي كام؟ اه يا اختي بصي هقولك، هما 3333 جنيه مصري فقط لا غير. وبقولك ايه، انا جايالك عشان انت وابوك تتصرفوا مع الناس البيئه العواء الدون. عادل بيبي بليز بليز ما تمشيش ورا كلام منطقي، لان انا خايفه ان عقلك الباطن يندمج مع عقلك الظاهري وتمشي وراها وتعمل حاجات شريره ووحشه. اعمل ايه اعمل ايه بس يا راني اعمل ايه؟
معقوله يعني اسيب بابا يروح لوحده؟ انا برضو لازم اشيل عنه قلمين شلوتين بوكسين اي حاجتين يعني. ما هو انا ما ينفعش ابقى ابنه في السلم وما بقاش ابنه في الحرب. بصراحه ابوك بقى اللي يستاهل يعني. حد قال له يتجوز واحده زي منطيعي دي وبتاعت مشاكل مالها انتي انعام قمره وتجنن وحنينه وطيبه قوي قوي قوي. اخيرا عرفت قيمه ماما دلوقتي. هو لعلمك بابا استبدل جوهره اصليه نادره بعقد فرس وجايبه من المولد. بس هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يستاهل بقى. رانيا عادل، رانيا خلي بالك من ياسمين ومن ماما، ما تخليش بالك من سناء خالص. ها ما تقلقش، ياسمين ومامتك في عينيا الاثنين الى ان تعود من ارض المعركه سالما غانما ومعك الغنايم. انت اللي شبه الكره الفوتبول، فين امك؟ خش اندهها لي، خش. كانتها مصيبه اله التمرج ينده عليها في كشف المصابين بانفلونزا الخنازير. ايه يا اخويا، محسسني ان احنا جايين نقرا فاتحه مش ناخد فلوسنا من الناس اللي نصبوا علينا فيها. شش منطقي، وطي صوتك يا حبيبتي، الحيطان ليها ودان. وبعدين لعلمك انا جايب جاتوه على اساس ان انا ايه ما اخشش بايديا فاضيه، وقلت كمان ان انا ابدا بجاتوه عشان في الاخر ان شاء الله نشرب حاجه ساقعه. ده احنا جايين زياره بقى مش جايين خناقه. بقول لك ايه، انشف. انشف ايه وانت شايفاني مبلول؟ انا اقصد تبقى حمش وجامد مش خرق زي ابوك. شو سوسو سلوى حبيبتي، ما تهزقنيش قدام ابني. ها بقول لك ايه، احترم نفسك انت يا واكسني يا مضيع حقي، يا اللي خلتني اروح للي يسوى واللي ما يسواش عشان يجي يجيب لي فلوسي وجمعيتي. حضرتك انا مش هرد على حكايه اللي ما يسواش دي عشان انا عارف ان انت متضايقه يعني. اتفضلي حضرتك ارتاحي، حقك حقك حقك. نعم. حضرتك يعني انا جايب دست الجاتوه ست قطع حضرتك بمناسبه الجمعيه ان شاء الله. واضح انها ما بتحبش الجاتوه يعني، او عامله دايت. واضح ان الخناقه بدات بدري. اول الضرب ما يبدا بلغ فرار. وبلغ الاسعاف بالمره ان شاء الله. نعم نعم يا سلوى يا منطيعي، هو انت كل يوم والتاني تنطيلي؟ ايه ما وراكيش غيري؟ اديني فلوسي يا حبيبتي واوعدك انك مش هتشوفي السحنه دي تاني. فلوس؟ فلوس ايه يا ام فلوس؟ ما تجيش فلوس عندي يا حبيبتي، وانت عارفه كده كويس. ده اخر كلام عندك يا ابو زيزي؟ ايوه يا اخ اخر كلام. ما تصلى على النبي يا اخوانا، امال ما سقش كده. يبقى انت كده بقى يا حبيبتي خبطتي على ابليس وفتحتي باب جهنم والبادي اظلم. ياما اوعي يا بنت تكوني فاكره عشان داخله لي بقفصين في ايدك ان انا هخاف منك. مين القفصين دول؟ انا وانت. يا جماعه يعني احنا جايين نهدي النفوس، واي حد ليه حق هياخده يعني. حضرتك حق ايه ونيله ايه اللي بتقول عليها؟ انت بتتكلم على ناس محترمين، دول ناس نصابين بيئه بياكلوا حق الناس عايشين عواله. لعلمك احنا جايين بقى بنقول يا شر شطر. حضرتك انا ما قلتش شر الشر دي ولا اعرف اقولها اساسا يعني. انا ما فتحتش بقي حضرتك. لا اوعوا تكونوا فاكريني هنا لوحدي، انا معايا جوه عيال كيفه اكل بني ادمين. ولا يا شماندي انت يا واد يا غراب، ولا يا زلومه يا استك، اجمعوا هنا فورا. تحت امرك يا معلمه. الله اكبر الله اكبر. ايه يا حبيبتي الوجهه المشرفه دول؟ اللي ماما دول هم دول يهزوا شعره فينا؟ احنا ما بناكلش من الكلام ده. حضرتك انا باكل من الكلام ده. انا صايم حضرتك. لعلمكوا بقى اللي قدامكوا ده بطل العالم في الكون خوفو يعني الكاراتيه، واللي جنبه رشدان بتاع سلاحف النينجا الكبير المدرب بتاعهم. يا حبيبتي دول ياكلوكوا بس
اسنانهم. عارفين السحنه دي مخبيه وراها ايه؟ ايه؟ عارفين مخبيه وراها ايه؟ ايه؟ غيلان شرسه. حضرتك انا ماليش دعوه لا بكاراتيه ولا كونخفو ولا اي حاجه من دي خالص حضرتك يعني. وانا والنعمه الشريفه ما اعرف مين هو رشدان ده يا استاذ. عليكم يا خرعين يا نسوان بشناب، ده انا اللي عايز اخوفهم منكم وبعمل لكم سفيف الاجرام. لا سفيف حاله والنبي، ابويا ناقص هو ناقص. حضرتك احنا كنا جايين عشان بالنسبه للجمعيه يعني، كانت هي اما فاهمانه ان هي ليها فلوس في الجمعيه، فهي لو ليها فلوس يعني جايين ناخدها بالحسنى، ما لهاش فلوس هنمشي بالحسنى والسلام عليكم ورحمه الله. ولا ايه؟ صح. لا بقى، البت دي نصابه وملهاش جمعيه وعليها قسطين ما تدفعوه. ايه ده؟ نصابه؟ نصابه واحنا جايين ندافع على نصابه يا بابا؟ معقوله؟ لا 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 احنا ما ندافعش على نصابه. لا ما دام نصابه يبقى الله يتكل على الله. طلعت نصابه يا عم، مالناش دعوه. يا عم طلعت نصابه، سلام عليكم. بعتوني يا واطيين، سبتوني ومشيتم، مفكريني ما اقدرش اقوم بالرابش ده؟ لا يا حبايبي، ده انا كنت